نعم، السنة أن يوزن الشعر بعد حلقه ويتصدق بوزنه فضة، فإن لم يحلق أو صعب على الناس الوزن، لأن الوزن يحتاج إلى ميزان دقيق، الشعر ما يمكن وزنه بالموازين العادية، فإنه يقدر، فإنه يقدر، يعني ربما في زماننا هذا يعني تقريبا 100 ريال، أنا أقدره ب100 ريال، فيتصدق ب100 ريال، يتصدق ب100 ريال عن الشعر. نعم.